السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على ريب اللي كنديروه منزلي وكيجي رائع وكيجي بنين وكيجي لذيذ، واحسن نديروه في دارنا وساهل دغيا كيتوجد. الوقت اللي نكونوا جالسين بحال هكا نوجدوه ونحطوه. هنا عندي واحد الاطرو ديال الحليب كامل الدسم، وعندي واحد الياغورت بحال هكا كيكون بحال هكا، وعندي جوج معالق ديال السكر سنيده. انا عندي هاد السنيده البنيه، وعندي ثلاثه معالق ديال الحليب بودره نيدو. الا ما كاينينش ثلاثه معالق كتشريو ديك الباكيه راه ديال جوج دراهم راه كافيه. هنا كندير هاد الاطرو ديال الحليب وكنحطو وكنضيف عليه السكر سنيده، صافي كنحطه فوق العافيه على عافيه مهيله، وانا كندرب بحال هكا باش تذوب معنا السكر ميبقاش حبيبات. كنستمر عليه وحنا غادي نخليو الحليب ديالنا حتى كيطلع الفايضه. نحسيت بها هو بدا كيسخن، صافي بعد ما كيوجد معنا وكيطلع الفايضه كنحيد الضراب. وغادي نجيب واحد الزلافه غادي نقص فيها حساب كاس ديال الحليب سخون، وغادي ندير فيها هاد الياغورت. وكنضرب انا هنا بدلت الزلافه جاتني صغيره، كنضربو مزيان كنعطيه وقتو غير بالفوي بحال هكا صافي. وغادي نجيب الحليب بودره كنزيد نضرب مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الحليب، حتى كنحسو بيه بان راه ذاب. كنبقى واحد جوج دقائق بحال هكا وانا كنضرب فيه. صافي غادي نبدا نخوي الحليب بالتدريج وانا كنضرب. ضروري هاد العمليه الا بغيتوه ينجح معاكم. كنضربو مزيان صافي. بعد ما وجد معانا انا هنا جبت واحد المقله وسخنتها، سخنتها شويه فوق العافيه حتى كدفى، وكنفرش لها بحال هكا سربيته. صافي وغادي نخوي في الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم. نستمر عليهم بحال هكا حتى كنخوي الكؤوس كاملين. هنا راه غادي يدير لنا ديال سته الافراد سته كؤوس. صافي غادي نشدهم هكا كنغطيهم فرديين، كل واحد كنغطيه بحال هكا بلاستيك غذائي. كنستمر عليهم بحال هكا حتى كنغطيهم باش ما كيخرجوش النفس كتبقى ديك السخونيه لداخل. صافي غادي نصيبهم كلهم بحال هكا. صافي بعد ما صيبناهم انا غادي نغطيهم. نتوما الا ما درتوش مقله يعني مقله سخونه تقدروا مني تطفيو الفران بحال هكا وتخرجوا الخبز تخليوه شويه تيدفى وكتدخلوا الفران وكتخليوه حتى في الفران راه كيروب. اول على الاقل كنخليوه 6 السوايع، انا كنخليه غير هكا دافي. صافي غادي نلمطو مزيان. صافي بعد ما لمطناه بحال هكا ندور عليه المانطا ونخليه ملمط، كنخليه 6 السوايع.
ولا نقدروا نصوبوه في الليل حتى للغدا، غادي نلقاوه موجود ونديروه في الثلاجة. صافي بعد ما خليناه 6 سوايع انا غادي نجبد معاكم الريب وغادي تشوفوه. ما تشوفوا معايا بعد ما غادي نحيدوا له هكا البلاستيكه باش تشوفوه، وغادي ندخلوا الثلاجه حتى كيبرد. نتوما شفتوا معايا ما كينزلش والريب ناجح 100%. نحل معكم الثانيه تشوفوها. نتوما شفتوا معايا كيجي بنين وكيجي لذيذ. وعلى فكره اللي ما كيبغيش السكر بحال هكا وتاكل مسوس راه كيحيد السكر، كيضيف غير المكونات الاخرين. صافي، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.